لم يحدث تصعيد في الأسعار للسلاح الأساسية. هو كله مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا ده هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكره تشوفوا، لان ده امر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. انا حاسس بالناس، انتوا هنا مش حاسين باي حاجه، والصغير منكم يبقى يفتكر الكلام ده عني. هتبقى قد الدنيا. محدش قالك انك انت فقير قوي. المشكله الكبيره اللي موجوده معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق، صادق قوي وامين قوي. الراجل الموظف الغلبان اللي بياخد 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. الشعب لابد ان يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنه. اكل شرب مصاريف علاج ومطالب الناس مهما حصل. انت بتقوم بعمل عظيم، مصر حواليها طيبه ونيلها الخالد. مصاريف مدارس وبلاوي زنقه تانيه كتير، هعيش منين؟ في دين يصل الى 1.7 تريليون جنيه. يا عم خلاص، هي مقطع بعض كذب وغرات علينا. هل مقبول ان احنا دخل وخارج؟ ما احنا عارفين كل الحكايه وكل يطلع يطلع يقولوا احنا فرعنا وتابع 3 سنه وانت هل ده مقبول ان احنا نسيب الدين ده للقادم الاجيال القادمه؟ ما هو يا اما يسرق يا اما يشحت لاولادنا لاحفادنا. يعني هو ده الميراث اللي احنا بنورثه لهم؟ انا افتكر لا. نضم نفعل بزماعه وما شفناش حاجه من فرعنا دي غير اللعنه بتاعت الفراعنه. مش هيحصل حاجه للدولار يعني، لكن قول مهما حصل للدولار. يا مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش. عشان كده بقول طب نتحرك بمعدلات متسارعه كفايه؟ مفيش، هنجيب منين؟ مفيش. مفيش. يعني نمشي ولا نجري ولا نقفز؟ ايه ما التحق، والحكومه عارفه ده كويس، اوعي تقولي لي ان الحكومه بتدي له مرتب. واسمع على طول. نعم، نعم. عشان كده بقول انا انت عايز بيت هجيب لك منين انا البيت اللي يكلف 1000 او 2000 جنيه؟ المرتبات انا ما نمشي، انا ما نمشي. لما النهارده نعرف ان احنا والله العظيم انا لو انفع اتباع لاتباع. سابقة تكسر الأعراف السياسية وخطوة غير مسبوقة ولا معهودة لأي قائد أو رئيس دولة في تاريخ العالم الحديث والقديم. الدين العام قفز من 600 إن شاء الله وشريف قوي إن شاء الله 700 مليار جنيه 2011 إلى أكثر من 2.3. تفاعل إعلان الرئيس المصري سريعا ووجد صدى لدى مواقع البيع الإلكترونية حين تقدم مواطن مصري على موقع إي باي بعرض لبيع رئيسه بمزايا تجمع الفلسفة بالطب والزعامة. أيوة عارف، بس منين؟ قول لي عامله بيجيبه منين؟ يا ريت انا النهارده اقدر ادوس على زرار بطلع على كل واحد فيكم شقه وكل واحد فيكم. الشعب لابد ان يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنه. تجاوز سعر البيع 100,000 دولار امريكي قبل ان يحذف الموقع الاعلان، لكن موجه تهكم ثارت على مواقع اخرى. نفسي لاول مشتري الان. تريليون 3.4 تريليون جنيه دلوقتي. وفي يعني انا طبعا أبيع مكرورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أبيع نفسي دي، ناخدها وديله 50 جنيه. وتبدا مش عارفة هو عايش منين. أنا منحاز لأصحابي. الرقم يعني حتى مش، لكن هنخليه 3.4 3.4 تريليون. يعني كم مرة؟ يعني تقريبا في الست سنين دول 4 مرات. تجمع شريحة عريضة من تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على مرارة مدلولات حديث السيسي حين يمس رئيس الدولة برمزية الدولة وما يقال عن كرامة الشعوب وهيبتها. مفيش ضرائب. نفسي أجيب من السماء حتة لكم، والله أعلم. ربنا كان قادر يدي كل واحد فينا وكل واحد من الناس. المهندس طارق زود البنزين ما تقلقش. كده برضو ولا إيه؟ 4 مرات. يعني استلفنا لدرجة ان احنا خلينا مديونيتنا الدين العام بتاع مصر 4 مرات اللي كنا عليه في 2011. كل شيء وكل متعة دنيا، ولكنه ليه حكمة سبحانه وتعالى. مش محتاج يسألني، هو مش محتاج يسألني. الدخول المحدود يا دكتورة دي طبعا هنا تقبضي بالدولار. هو عارف كويس حالنا. انا وانت وهو وكل واحد فينا مع بعض نتكاتف ونبني. احنا ما ناكلش. احنا ما ناكلش وهنبني بلدنا. اصبروا وستروا. العجب العجاب في مصر.
وجايز يكون عندك دخل ثابت. بس انا انت مش مسؤول والدوله مسؤوله معايا. افهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. انت جات لك بقى الفلوس مش كده؟ ماشي كده واحد ان شاء الله مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص وفين محطه واحد ان شاء الله. الاسعار عايزين تسيطروا عليها. البنك المركزي اول مره اشوفك بتضحك. الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. طب احنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيد مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. الموضوع بسيط يعني. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبرة نحطها في الصندوق. حركته مليار يا فندم. اللي حركته انت خدت مئات المليارات. طب انا قلت 2022 هتبقى مصر في موضع تاني. ايه اللي حركته يا فندم؟ ما احنا هنحطهم في الصندوق طبعا عشان عوايدهم. انت بتتكلم الكلام ده على اساس ايه؟ يعني ارزه كبيره يعني مش انت اللي ماسك الصندوق. اي فندم. طب خلاص. اقول انا؟ اتفضل يا فندم. 10. حاضر يا فندم. تمام. في حاجه هترخص؟ حاجات كتير هترخص. اقول لكم الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ هقول. هتقول منها بسعر التراب انا وانت. والاستاذ وحضراتهم اجمعين. إذا كنت هتاخده مؤشر الأسعار فقط على أنه هو ده مؤشر. كلهم كذابين. مؤشر القياس بتظلموا التجربة فلو سمحتم. تجمع شريحة عريضة من تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على مرارة مدلولات حديث السيسي حين يمس رئيس الدولة برمزية الدولة وما يقال عن كرامة الشعوب وهيبتها.